بدأت في التدريب، خدت الدورة الأساسية للمدربين وكده، خدت بعدها كده كده دورة في أكتر من نادي وحضرت معايشات كتير. فكرة إن أنا يبقى مدرب بنات دي الفكرة جات لي من حوالي سنتين وابتديت أشتغل عليها. بدأت بمجموعة، كل فترة العدد عندي بيزيد. احنا طموحنا مش هيقف عند المجموعة دي خالص، احنا طموحنا الفترة الجاية ان كل البنات دي ربنا ييسر الامر ويبقوا يتسكنوا في اندية ويوصلوا يحققوا حلمهم ويبقوا في منتخب مصر. بقى صعب ان البنت تخرج وتلعب رياضة، فكرة عامة في الصعيد. نعم، احنا حاليا دلوقتي بنحاول ان احنا ننهي القصة دي خالص. البنات موجودة ولي الامر بيتواصل معنا، احنا بنبقى زي سلسلة بنكمل بعض، المدرب واللاعب ولي الامر. طبعا الادارة مهمة في حياتنا كلنا، وده بيعتبر الاساس اللي بنبني عليه اي حاجة، سواء تدريب سواء شغل في حياتنا العامة سواء حياتنا الخاصة عامة. فمفهوم الإدارة ده عشان نطبقه في علم التدريب محتاج حد يكون مركز شوية، إن أنا لازم زي ما باخد الخطوة في التدريب يكون عندي تخطيط وتنظيم لكل حاجة معي. قصة بقى إن عندنا فريق نسائي في المنيا، هي الحمد لله الحمد لله يعني بفضل ربنا وفضل كابتن حمادة ابتدى ان هو يدرب البنات، وكان التدريب ده فعلا يعني حاجة كويسة بالنسبة لهم وهم فعلا اشادوا بكده. بعيدا خالص عن موضوع ان احنا كوتش بقى وبيجاملونا، لا، حتى اولياء الامور نفسهم في نقطة ان هم يمرنوا ولادهم او بناتهم كرة قدم، الفكرة عندهم ابتدت تاخد استحباب شوية. اسمي اللقب بيبو، في اولى ثانوي، عندي 16 سنة، بلعب كرة من زمان بس بدأت العب في النادي من سنتين او من ثلاثة، لان في المنيا كانش فيه نوادي او كده. بدأت أنزل مع كابتن حمادة، ممكن أروح نادي هنا بس كابتن حمادة كان التمرين معاه مختلف. بلعب كرة من سنة، بحب الكرة من وأنا صغيرة، والكرة مش بتعطلني عن الدراسة خالص، وبإذن الله يعني مستمرة في الموضوع، ولغاية ما أحس إن أنا كويسة كفاية فهقدم في فريق كويس أو إن شاء الله هلعب في منتخب مصر. ولا نفسي إن شاء الله أدخل كلية طب، بس أخلص من مرحلة ثانوية عامة دي، بعد كده ههتم بالكرة وهرجع تاني التمرين أقوى، عشان أنا في فترات بغيب فيها، فهرجع إن شاء الله وأعد نفسي بدنيا، بعد كده هشوف نادي إن شاء الله يكون كويس، وإن شاء الله إحنا بنطمح إن إحنا نشترك دوري ممتاز ويكون لنا فريق يعني مع كابتن حمادة. بحب الكرة من وأنا صغيرة، وكنت على طول بفضل أتفرج على الماتشات، وعلى طول بابا بيفضل يشجعني. إن شاء الله هكمل ولغاية ما أوصل لنادي كبير وأوصل للمنتخب. أنا بحب الزمالك وبشجعه ونفسي ألعب فيه. خدت الجروب بتاع البنات كله وسافرنا القاهرة، رحنا نادي زد، عملنا يوم رياضي هناك مع المجموعة اللي هناك مع كوتش فريدة، وعملنا يوم محترم هناك. وفترة الجاية إن شاء الله في أكتر من مكان هنبقى موجودين فيه، وبإذن الله يعني في أكتر من خبر كويس لمجموعة من البنات عندي.